شافوا بالضبط فعلا. شايفين؟ صباح الخير، احنا دلوقتي منطلقين الى جزيرة هيسا، هنقضي فيها يوم بقى ونبدأ بقى الجولات داخل مدينة أسوان. زي ما انتم شايفين كده المنظر حوالينا، منظر النيل عالمي يا شباب. شايفين المية لونها يعني عالمي. منطلقين الى اللانهاية. شكرا جزيلا، تسلم. الفطار الان من جزيرة هيسا، ومعنا قاسم الحتو، محمد السيد، والاتجاه استاذ هاشم واحمد الصدر. اهلا بالاصدقاء، احنا دلوقتي في اسوان وبالتحديد في جزيرة هيسا. جزيرة هيسا بتقع ما بين السد العالي وما بين خزان اسوان. في مجموعة من الامور التاريخية المرتبطة بجزيرة هيسا، ومن ضمنها ان بيوت النوبيين كانت موجودة في هذا المكان قبل انشاء خزان اسوان، وطبعا بعد انشاء طبعا السد العالي كل البيوت دي اندثرت، ومع تخزين المياه تم تهجير الاهالي من هذه المنطقة الى منطقة اخرى. شايفين المنظر ورايا عامل ازاي؟ احنا دلوقتي من اعلى الكامب، كامب هيسا، وورايا دلوقتي زي ما انتم شايفين الجبال. الجبال دي كان في بعض البيوت النوبية عليها، وهتلاقوا في بعض الاثار موجودة حتى الان، ومن ضمنها زي المأذنة او الفنار اللي من عهد الفاطمي. كمان في بعض الغرف او المباني على الجبال من الاعلى، بيقولوا يعني ان لما كان يبقى في عدو هيجي من جهة الجنوب، فعشان يبعتوا اشارة للشمال وكل حد يجهز الجيش يعني عشان يبدأوا يحاربوا، فالاشارة دي كانت بتتم ازاي؟ ان هم يعملوا حريقة او نار يعني، وبالدخان، ان هم يعملوا الدخان يتصاعد في السماء، فتبدأ الابراج اللي بعدها تعمل نفس الحوار وتعمل دخان الى ان يصل الى الشمال، فيقوموا يجهزوا الجيوش عشان يقدروا ان هم يحاربوا العدو ده قبل ما يوصل لهم وقبل ما يفاجئهم يعني. الشباب هنا تقريبا اول مره يشوفوا ريحان، بس ده ريحان اسواني، فشايفين اللون عامل ازاي اصلا؟ حاجه كده فظيعه. احنا حاليا داخل جزيره هيسا، منطلقين لبيت بوب مارلي الأسواني. تقريباً يا جدعان المشي هنا، بس المشي بين الطرق والجبال هنا مريح نفسياً جداً والله العظيم، استجمام عالمي. عشان أكون صريح معاك يعني، هو النزول مريح إنما الطلوع لا. ازيكم عاملين إيه؟ أنت اسمك إيه؟ جنى. هي جنى؟ وأنت؟ جنى. ماشي، أنا سعيد إن أنا شفتكم جداً. عايزين حاجة؟ سلام. ودلوقتي إحنا مع بوب مارلي من أسوان يا شباب. حبيبي يا بوب، شافوا بالظبط فعلا. شايفين؟ سيم بيرسون. احنا دلوقتي موجودين في جزيرة هيسا، وكنا بنحضر الغروب اللي ملحقناهوش، فنشرب نعناع بقى. اوكي، واحد نعناع.